قصر تاريخي يعود تاريخ بناء إلى القرن الثامن عشر للميلاد، سمي بدار الحجر نسبة للصخرة التي بني عليها. يتكون من 7 أدوار ويتميز بالتصميم المعماري المتناسق مع هذه الصخرة. على مدخل هذا القصر نرى شجرة الطالوقة المعمرة واللي يعود تاريخها إلى 700 عام. تعالوا مع بعض نشوف دار الحجر. لما اليمنيين يقول لك إحنا أصل العرب فهم ما يتكلموا من فراغ، يعني لك أن تتخيل فقط على سبيل المثال دار الحجر بني في أواخر القرن 18، ولكن هو بني على أنقاض قصر آخر، قصر سبئي وكان يسمى بذي سيدان، بناه الحميريون عام 3000 قبل الميلاد. لك أن تتخيل عمق هذا التاريخ الموجود في اليمن. فلما يجي شخص يمني ويفتخر يقول لك إحنا أصل العرب، فهم فعلا أصل العرب. نكمل تغطيتنا في هذا الدار العظيم والجميل. هذه البوابة الشمالية والجزء الشمالي للقصر مثل ما تشوفوا. هذا يروح تحت؟ نعم. بسم الله. هذا يروح ال... هذا كان المساجين ولا ايش؟ هذا حكى الدو. لا هذا كان هذا مدخل البئر الخروطي. هذا نفس ما صورنا في حصن بوس بيت بوس، هذا للهروب التكتيكي، بس هذا أعمق. شوفوا كيف التقويف، شيء خيالي. ترى هذا يا جماعة مش مبني، هذه هي الصخرة أو الجبل اللي بني عليها، فهم اللي نحتوا هذا التقاويف كلها. شوفوا هم اللي نحتوها، يعني تخيلوا أنه هذا التقاويف اللي هنا تشوفوها الحين هذا هم نحتوها، الناس نفسهم قبل كم ألف سنة هم اللي نحتوها. فلك أن تتخيل قوتهم وبأسهم، شيء عجيب جدا. شوفوا هذا أحد الغرف في القصر، شوفوا إطلالتها على الساحة الداخلية، ولكن فيها شيء مميز عجبني. شوفوا هذه المساحة اللي هي المساحة التخزينية، نفس عندنا الحين خزانات الملابس، هذه مساحة تخزينية مثل ما قلت لكم كلها نحت في الجبل نفسه. شوفوا نفس الحاجة هنا، احنا نعمل الحين أرفف، هم شوفوا كيف حاطين، شيء جميل. وهنا يا طويلين العمر هذا هو المطبخ، هذا المطبخ في الجزء الشمالي من القصر. شوفوا طريقة التنور، هذا كلها تنور 3، يدخل الخشب أو الصلب من هنا والتنور موجود، وهذه الأجزاء الثانية في المطبخ. شفتوا هذا الكهف أو هذا التكويف اللي صنعوه؟ هذا لدفن الموتى، كان يستخدم من قبل الميلاد لدفن الموتى. وفي تجويف ياخذك الى كهف اخر تقريبا بعد ما امتلى هناك موضوع الدفن، صنع هذا التجويف الاخر كذلك لدفن الموتى قبل الميلاد. ولكن شوف الاطلاله، التجويف يطل على الوادي. يا سلام يا سلام. الميت يموت على منظر جميل، على منظر جميل، على منظر طيرمانة. طيرمانة. الله يرحمهم إن شاء الله ويحفظ من بقى. هلا هذا إيش؟ هذه ثلاجة طبيعية من الله سبحانه. شوف دقيقة، كان عندنا لحم عندنا هذا هنا. حلو. تبريد إلهي. شباك تبريد. أخذ يدك. شو؟ شوف على الهواء، شوف قرب منك ولا قد سدوها من هنا. شوف هواء ما شاء الله تبارك الله، يعلق اللحمة تقعد يوم يومين عندي مشكلة. يعني هذا ثلاجة طبيعية. سبحان الله ثلاجة طبيعية. سبحان الله.
وعاد الناس القدماء عندهم امور واشياء تفكير والله عندهم مخ ترى ما كان عندهم سوشيال ميديا ولا عندهم شيء ولا عندهم يعني هذه ايوه كانوا فاضيين يفكروا يا اخي سبحان الله احنا السوشيال ميديا شغلنا بصراحه ولا كان ممكن نفكر نفسه وكذا ولا 1% هذا تقريبا نفس الجناح شوفوا اول ما تدخل هنا في غرفه نوم لكن شوفوا الجمال لغرفه النوم هذه تصاميم معمارية جميلة جدا مثل ما خبرتكم هذا نفس الخزانة شوفوا نفس الخزانة حتى فيها رف الحريم يحطون أغراضهن وزيائهن والأمور هذه هي الغرفة تطلع من الغرفة عندك هنا قسم ثاني كأنه غرف هذه خاصة بالعبيد والجواري زي ما انت شوف هنا تعال شوف هذا التقويف هذا ما اعرف كيف كان زمان خصيم ولا حاجات ومحاصيل ومحاصيل اعطونا ايوه شيء جميل وهنا مثل ما تشوفوا هذه البلكونه طبعا مغلقه عشان الزوار ما حد يتهور او شيء ولكن شوفوا البلكونه كيف مطله على الوادي يا سلام يا سلام في هذا المكان يسمونها الشرفة الشرقية أو المصبانة إيش هي؟ هي شرفة ولكن تستخدم لغسيل الملابس وغسيل الأواني وما إلى ذلك حتى إذا بتركزوا من المكان اللي أنا موجود فيه إلى نهاية المصبانة فيه نزول في المستوى كل ما رحت ينزل مستوى الشرفة ليش؟ عشان المياه والأوساخ كلها تروح على طول ما تتجمع يعني ما يكون في تجمع للمياه هناك مثل ما تشوفوا على طول ينزل ينزل يروح إلى خارج القصر من هذاك الفتحة وهذا احنا نشوفه في كل المباني التاريخية حتى عندنا في سلطنة عمان القلاع الحصون هذه أو هذا الفن المعماري موجود عشان تسريب المياه هذا ايش اسمها؟ هذه المصبانه المصبانه ايوه كانوا يغسلوها هنا وينشفوا في هذا الصحن لا ينزل من هنا لا عند الشجره هذا اللي تحت عمرها 700 سنه 700 سنه ايوه شجره التالوق ايوه صورناها التالوق هذه اللي على المدخل أيوة. عمرها 700 سنه أيوة. هذه عندك خمس بيوت هذا البيوت ايوه اللي فوق الجبل هذا ايوه الحرس الشخصيين هذا الحرس الشخصيين أيوة. هذا الامام حق الامام وهذا مسجد الامام بناها الامام يحيى بناها الامام هذا البيت الجديد كان بيت الشوكاني كان الكاتب الخاص حق بيت الشوكاني اللي هو الكاتب الخاص وعلماء طيب قلت له اتوقع انه في تدرج في بناء الادوار في القصر مش كلهم مره واحده لا في بشير في شقة خاصة بالنساء في شقة خاصة لا حلو في طريق للشغالات في طريق لأحنا القصر نفسهم حلو فاحنا هذا الطريق للشغالات هذا الطريق للشغالات أيوة. غرفة من هنا تشوفوها من الجهة الثانية ايوه يعني هذه غرفة النوم حقهم هذا الطريق كان خاص بهم حلو هو القصر أسسوه السبا والحميريين حلو قبل الميلاد 3000 سنة قبل الميلاد أيوة. هذا معروف كان حصن يسماه ذو سيدان ذو سيدان أيوة. نعم تم الحص ما بقى من آثار إلا الآبر والكهوف بقى فقط الآبر والكهوف أيوة. البير منحوت 200 متر 200 متر إلا كان يسحبوا منها الماء نعم قبل المكان هذا والحمام وتم بناء القصر على أنقاض هذا الحصن أيوة يعني تحتم نعم. الإمام الناصر حلو بناء الدورين هذا دورين من هذا الجهة ودورين من هذا الجهة حلو يعني 360 سنة 360 سنة فقط دورين من هذا الحصن أيوة. تم بناء بعد ذلك استكمل البناء قبل 100 الإمام يحيى قبل كم 120 سنة قبل 120 سنة تم استكمال هذا نعم المرحلة الأخيرة الملحقات اللي في الحوش 90 سنة بناهن آخر أيام يعني مجلس مع النافورة مع محكمة غرف للحرس نعم مطابخ يعني شوف القصر هذا كان للعائلة قبل 90 سنة أيوة الملحقات هذا اللي في الحوش هذه ايش غرفة من؟ هذه غرفة ابن الامام محمد البدر هذا خزنة وهذه درج وهذه درج يدخل الخزنة حلو صار يعني هذا خزنة وهذه درج هذا شوف شوف كان كل شيء على يده شوف التصميم ال اخي الذكاء الذكاء شوف الذكاء شوف هذه درجة. على طول يطلعها داخل خشبة داخل خشبة ويصعد الى الخشبة هذه عندك ما
هذا ايش المغفرة؟ يعني مكتبة. 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 المكتبة قديما يسموها مغفرة. شوفوا. كان هنا يحطوا فيها الكتب والأوراق وما إلى ذلك. هذا حمام البخار. وين؟ نازل شغلة. حمام البخار. أيوه. بس ما تفتح سلمة وسمعنا على شغلة. أيوه. كان خاص بالإمام الآن بيستخدموها الناس جماعة. وينه؟ هذا اللي في القبة. أيوه. سلام. شوف دحين هذه طريق خاص لها شبكة النساء. وهذا الطريق خاص لها شبكة الإمام. هذا يعتبر الجناح الملكي خاص بالإمام يحيى. هذا خاص بالإمام يعني غرفة مع غرفة العبادة مع الحمام مع الثلاجة. ما شاء الله. أما غرفة النوم حق عادي فوق. بس هذا يطلعوا من هنا وتنزلوا من هنا. بسم الله. استلف الشباك. هذا مدفن الحبوب. أتشوفه من الجهة الثانية. هذا المدفن يعني في الموسم كان يملى حرب. الفتحة هذه يسكبوا الحب من هنا وفي من الفتحة من تحت. إذا تحاصروا ولا أزمة يأكلوه منه يعني يخزن فيه لسنين. أيوه. وأهم حاجة عنده في القصر الماء موجود من البيئة والحب من المدفن. ما شاء الله. تحاصر كل شيء موجود عنده هو أهم حاجة. فن معماري يعني ما شاء الله. تكتيك لكل غرفة. أيوه. هذا هو الجناح الملكي حق الامير حيان مع غرفة العبادة مع الحمام مع الثلاجة. هذا المجلس حق الشبكة هذا خاص بهم. هذا هو المجلس الخاص. صورة تقريبية رسمة. هذا هي رسمة تقريبية للإمام. يعني مشابهة له. مشابهة. ما تصور. هو ما تصور. خزنة هذيك الخزنة. شيء فخم. هذا القديم. عندك نحاس. الدلة حق القهوة. بنمسحهم كل يوم. كل يوم. الله شيء فخم فخم. شيء يليق بالإمام. ما شاء الله. هنا هذا الحمام وانتم بكرامة. هذا حمام الإمام من أحدث الحمامات الموجودة بالقصر. شوف التفاصيل. شيء فخم ما شاء الله. هذا إيش؟ هذه الكمة. الكمة يعني مقصود يعني بغرفة العبادة يعني خلوة. خلوة يختلي يصلي يقرأ القرآن يعبد لحاله يسمى مقصود انه حافظ. ايوه يعني هذا الغرفه يجي فيها الامام بدون لا اي احد يزعجه يختلي فيها للعباده او للقراءه. وهذه صور اولاده. هذا صور اولاده من البدر والحسن اللي على اليمين. أيوة. اللي على اليمين من البدر. اللي على اليمين البدر. أيوة. واللي على اليسار الحسن. الحسن اولاد الامام. آه. يحيى. هذا الكمه مسميات طبعا تختلف من دولة إلى دولة أو من زمان إلى زمان. هم يسموا الكمة هذا الغرفة. إحنا في عمان نسمي الكمة اللي هي الطاقية اللي نلبسها على الرأس. هذا الخزانة مميزة من نوعها مختلفة. مختلفة. إيش الاختلاف فيها؟ هذه خزنة. حلو. يعني ظاهرة. وفي فوقها خزنة يعني خزنتين على باب واحد. في فوقها. طلع. خزنة. أيوه. شوف هذيك الخزنة الثانية. هذا الخزنة الثانية. خزنة داخل خزنة. هذه يحط فيها الأشياء الثمينة. أسلحة الأشياء الثمينة جدا تكون في الخزنة الداخلية هناك تكون. وهذا هي الخزنة العادية. وهذه داخل الطريق أنا دلعت منها هذا الخبر الجناح الملكي. والآن أنا خرج من هنا إلى شقة نساء الإمام. شقة نساء الإمام. كان معها أربعة ثنتين فوق وثنتين تحت. ما شاء الله. كل ثنتين في شقة. كل ثنتين في شقة. عاد الإمام ما حد يقدر يتكلم. يرتب على كيف كيفه. شوف نحن هذا الثوب هذا 120 سنة تاريخ. هذا تاريخه 120 سنة. هذه الثلاجة. هذا نفس الشيء. في كل شقة ثلاجة. شوف الثلاجة الثورة هذا استخدموا للماء وللحم. اللحم كان يعملوا له ملح. نعم. اللحم كان يعملوا له ملح. ملح ويعلقوه. ويعلقوه هنا. مع البرود ما يخرب شاكلوا منها الشر. أيوة. والماء معروف في المدلات هذه على أيوة. المدر يسموه. نعم. الماء يعلقوه يكون بارد طبيعي. هذه الثلاجة طبيعية. وهذه غرف زوجاتها. هذا غرف زوجاته. كان في معه واحدة هنا. أيوة. واحدة هنا. تنتين. وهذه غرفة النوم حقه. هذا غرفة النوم. غرفة النوم. هذه اللي شفتها تعتبر جلسة. جلسة. أما هذا غرفة النوم. هذا الحمام. حلو. حق الغرفة. يعني نظام كل واحدة في البيت ما في. هنا الإمام على طول. يعني غرفة. أيوة. من هي هذا. على طول. يعني البرزات حق الإمام كارثة. أيوة. الأولى هنا والثانية هنا. أريد بيت وحدي أريد ما أدري ويش. هذا شقة لحالي ماشي هذا النظام.
شاء الله. هذا مجلس ولا ايش؟ هذا يعتبر الديوان الشتوي للرجال، هذا وقت الشتاء يعني في البرد يجلسوها في معاهم للصيف. حلو. في للصيف في للشتاء. بس هذا الديوان الشتوي للرجال. فهذا هو المجلس الشتوي. هذا الديوان الشتوي للرجال، يعني في البرد يجلسوها في معاهم الجهة الثانية للصيف. للصيف. وفي تحت الديوان الشتوي للنساء. للنساء. والمقصود بالنساء والرجال هم العائلة فقط. العائلة، عائلة الإمام فقط. أيوه. لكن تفاصيل معمارية جميلة جدا ما شاء الله. جيرو كمان مغلق، شوف في القصر هذا في كل بوابة تشوف كل مغلق سرية. مغلقة سرية. شوف داخل هذا المفاتيح القديمة. هذا المفاتيح القديمة. هذا المفتاح يعني حق غرفة. هذا مفتاح الغرفة. شوفوا هذا المفاتيح القديمة. وفي مغالق سرية في كل بوابة. الآن أنا أغلق البوابة واحد منكم يفتح البوابة. طيب شوف هذه بوابة الشقة. حلو. في كل بوابة شقة مغلقة سرية. حلو. مغلقة بالمفتاح، يعني هذا المغلقة زي المفتاح هذا بس مفتوح، مغلقة الآن بالمغلقة السرية واحد منكم يفتح البوابة. مغلقة بسيطة بس اللهم أنه مخفية، هي مخفية أما فتوحها هو بسيط. إحنا الحين بنبحث عنها. دعم مغلق بالداير. ماش بالداير، هذا مفتوح مغلق بس الريف. حين مفتوحة بس ما يفتح الباب. ما يفتح. ما يفتح. هذا هذا لو يفتح هذا المسمار كامل. يفتح لي الفتح هذا اللي دخلته منه. ما في. افتحها. ما. يعني ما. ماشي. شوف. شوف. شوف السر كله سلام اخي ما اقول ما ادري عاد في بوابه يعني بوابه القصر اللي دخلتوا منها. هذه ايش يسموها؟ هذه يسموها مواشنك. الان القصر مرتفع والجبل ارفع منه، هؤلاء يعملوها من باب الاحتياط، اذا حصل عليهم اطلاقنا يخرجوا البنادق من هنا ويتقنصوا. حلو. يعني هذا يكون علشان الجبل انه امامه. ايوه شوف رغم ان نوع الحراسه موجوده في القصر ولكن كنوع من الحمايه بحيث انه اللي بالخارج ما يعرف مصدر الطلق من وين ويحميهم كذلك. يطلع البنادق زي المترس. ايوه شوف هذه عندك معنا. هذه واحده بعد من باب لا تصور عندك مو بالحراسه. شوف هذه واحده ابراج الحراسه. هذا شوف ابراج حراسه محيطه كلها بالدار من الجبال مثل ما تشوفوا. هذا هو المجلس، هذا تم بناءه قبل 90 سنة. هذا المجلس وهذا النوافير كان يستخدمه لاستقبال الناس فيه، وكان مجلس للقضاء يحل فيه مشاكل الناس والقضايا اللي توصله. هذا الديوان هذا شفت عليه تحت كان للشتاء وهذا للصيف، هذا يكون برد في الصيف. حلو. مرتفع. شوف الحين البناء اللي طلعته من هذا الحوم وادوار من هذا الجهة 3 أدوار ومن هنا 5 يطلع 8 دور، لكن مع الجبل من تحت يطلع 21 دور. من الجبل من تحت يقول لك يطلع 21 دور. من تحت يطلع 21 دور. شوف شوف كم المسافة. شوف المسافة. جينا هذا الشجرة اللي تحت اللي قلت لك عليها. هذا الشجرة عمرها 700 سنة. ايوه احنا الآن 21 دور مع الجبل. مع الجبل 21 دور. ما شاء الله. بس الديوان نفسه جميل جدا 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 جدا، في اطلاله بانوراميه على الوادي. الحين هذا طلعنا من هذا الاتجاه من شقه الامام. ايوه انا ننزل الان من شقه النساء. حلو. بسم الله. شوف دحين هذا البير. هذا البير. هذا البير اللي شفتوها من تحت. شوف دحين هي بير واحده معها 4 فتحات. عندما تشوف ذا عن فتحة من هنا فتحة من هنا تقصد لك من 3 آبار هي بير واحدة. هذا الفتحة يسحب ما لقر هذا مع الأدوار اللي فوق. أيوة. والفتحات اللي تحت يسحب للأدوار اللي تحت. أيوة. هذا الشقة الثانية. هذه شقة للنساء. أيوة. شوف ذا عن هذه نهاية الجبل، هذه قمة الجبل. هذا قمة الجبل. هذا نهاية الجبل. يعني هذا المنطقة اللي إحنا واقفين فيها قمة الجبل. قمة الجبل. الآن البناء اللي طلعته فوقه من فوق الجبل. من فوق الجبل. هذا
هذه ثلاجة. هذا نفس الشيء ثلاجة. أيوة في كل شقة ثلاجة. في كل شقة ثلاجة. وهذا مدفن الحبوب. مدفن الحبوب اللي وريتني إياه فوق. أيوة. أيوة شفت صورنا من هذاك الفتحة إحنا. شوف ذا في الموسم كان مدفن الحبوب. هذا هو مدفن الحبوب. يعني الفتحة هذه يسكبوا الحب من هنا ويغلقوا عليه يعني بإحكام. وفي معه فتحة من تحت. وقت ما هم في حصار أو أزمة أو شيء يفتحوا الفتحة اللي تحت ويأكلوا منها. أيوة. والبير موجود يأخذوا منه الماء. أهم حاجة الماء والحب. أيوة. والمطاحن موجودة عندهم أنا. ما شاء الله. شوف هذه الحين والله أعلم والتاريخ يحكي هذا. شفت المدافن الكفوف الآبار حرقت لك من قبل الميلاد. أيوة. هذا يقول لك إن آثار أقدام اللي حفروا الآبار والكفوف والمدافن. هذه آثار اللي حفروا. يقول لك إنهم كانوا عمالقة. أيوة. هذا قبل الإسلام. قبل الإسلام. والحين قريب والسبعين. شوفوا كيف؟ هذه أقدامهم. أقدامهم. ضخمة طبعاً. طبعاً هذه كانت غرفة المكسومة من أيوة. على المطاحن. هذا غرفة المطاحن ومخزن للحبوب. أيوة. هذا كان يدهن الحبوب. نعم. يعني شعير بر أي حاجة. وهذه يعتبر مخازن. هذا مخزن. مثل ما تقول هنا شعير. أنا أدري أنا أدري كل حاجة من حالها. أيوة. هذا يسموه المرهب. المرهب. المرهب أيوة هذا يعني حق الروح هذا الحاجات الخفيفة. الحاجات الخفيفة. أيوة يسحقوه سحاوق فيه. يسحقوه يعني السحاوق بالقمن طلعت من هنا؟ لا قد ما حجرها. إيش هذا؟ كسرات يسمونها المرهب. وهذه هي. الحبوب المطاحن. بالصخر. أي في مطاحن البن؟ ما في مطاحن بن. في سحاوق قبن. هذا يسمى مرهى. في سحاوق قبن هنا. ايوه. احنا بنمشي في طحانات ثانيه خاصه البن. بيحطوا البن؟ دراي كافي اللي هو القاسيه ويتم قشرها. هذا هو قشرها. نفسها. هذا ايش؟ هذا ديوان شتوي للنساء وهذه غرف زوجات ثانيه. غرف زوجات ثانيه. مثل ما قلنا لكم الامام عنده اربع حريم، ثنتين فوق ثنتين تحت. نظام فلة واحدة ما واحدة ما فيه تريده هنا ما تريده الله يكون في العون. ديوان شتوي خاص. أيوة. أيوة. الحين كنت بتكلم عن هذه واضحة جدا أن هذا بما أنه خاص للنساء في نافذة ولكن في شبك وفي مسافة عشان الناس ما تشوف النساء اللي يشوفن تحت. أيوة هن يشوفن يعني يشوفن المنظر ضروا كل حاجة ولكن اللي في الخارج ما يشوفه سواء اللي كان في الجبال هناك فهذا نفس العكس يعني التصميم المعماري عندهم جدا مميز وفي فكرة لكل حاجة يعني هذا 360 سنة هذا 360 سنة ما شاء الله هذا إيش هذه غرفة الشغالات غرفة الشغالة يعني هذه غرفة النوم حقين وهذا الطريق خاص بهن نعم في معاهم طريق من عند المصبانة من عند المصبانة لكن انت بتدق لازم ايوه لازم تنتبه هذه غرفة هذه غرفة نوم الشغالة غرفة نوم الشغالة هذا الطريق خاص بهن عند المصبانة هذا يطلعك من عند المصبانة اللي صورناها ما يمشنش من الطريق الرئيسي هذا الطريق خاص بهن من هنا لا عند المطاعم ولا عند المصبانة ايوه هذه غرفة النوم إن شاء الله كل شيء مجهز ومرتب هذا طبعاً 360 نفس الدور نفس الدور عمره هذا نحن وجهة الداش أسود أيوة. أيوة هذا هو الحجر الأسود هذا هي وجهة الداش هذا إيش هذه غرفة الدويدر حلو الدويدر هذا ولد عمره 8 سنين 9 سنين هذا يعتبر الخادم حق العائلة الإمام كان مزوج بأربعة مستحيل إن أحد يطلع من هنا غير الدويدر هذا يعتبر الخادم حقهم يطلع ينزل براحته أيوة. لا سن محدد 13-14 غيره على طول يجيب واحد أصغر منه يعني يكون الدويدر هو صغير يبلغ السن القانوني ويخرج خلاص بحيث أن هذا الولد يدخل عند نساء الإمام براحته طبيعي يعتبر الخادم حقهم ما فيش أي خوف أيوة. لا سن محدد ويغيره وهذه غرفته شوف غرفته في الطريق ما بين الجناح اللي تحت والجناح اللي بالأعلى. وهذه ثلاجة. وهذا كذلك ثلاجة. في كل شقة ثلاجة. هذا إيش؟ هذا المطبخ. هذا المطبخ أيوة. المطبخ هذا حق العاملين في القصر. أيوة. مطبخ الإمام فوق وهذا للعاملين. نعم. حراس موظفين وهذا الشغالين.
هذه طبعا المعجنة. المعجنة يعجنوا فيها. يسكبوا الماء والطحين. حلو. ويعجنوها. هذه طبعا المغسلة. المغسلة. هذه عندك تعتبر مخازن للحطب. مخازن للحطب. أيوه. هذه التناوي معروفة حق الخبز. أيوة. يلصوا من هنا. من هنا والتناوير. يكون الخبز هنا والطحين. يطلع إلى فوق. السية هذه يسموها. إلى الأعلى شوف هذا ما صورناه. أيه. وهذه طبعاً خزانة للطحين. خزانة للطحين. وهذه للبهارات. هذه للبهارات. البهارات أو للمدر حقهم للمدام. أيوة. دواء الطبخ. على طريق حصل للشغلات مع غرفة حقهم. ممكن منها جزء أنا بسره. أيوة هذا طريق خاص للشغلات. هذه. فتحة فتحة للبير للبير هذه تعتبر تهوي ومنور هذه عمقها 50 متر ايش معنى منور؟ منور يعني إضاءة إضاءة بحيث أن الشمس وفي نفس الوقت للأكسجين لده يعني هذه 50 متر على 50 المتر هذا نعم تلتقي للبير الرئيسي تلتقف بالبير الرئيسي اللي عمقه كم؟ 200 متر 200 متر ما شاء الله يعني هذا يعتبر أقدم حاجة في الدار أقدم حاجة في القصر وهذا اللي هي الآبار. الآبار معروف. الآن أنت داخل الجبل نفسه. هذا داخل الجبل نفسه. هذا البير منحوت نحت. مثل غرف الدفن الموت اللي. أيوة. هي مش مقصود إنه كان يدفنهم. هي مش مقبرة. أها. استخدموها لتحنيط الموتى. لتحنيط الموتى. كان يتحنطوا عن طريق الموتى. التحنيط اليمنيين هم قبل. يستخدموا. الموميا استخدم عندنا قبل مصر. نعم. أيوة. هذا قبل 700 سنة. أيوة. يعني موضوع التحنيط بدأ في اليمن قبل مصر. قبل مصر. هذا معلومة جديدة بالنسبة لي مش من ما تحنضوا هذا قبل الإسلام يعني حنضوا الملوك اللي حكموا نعم ظهر الإسلام خرجوا وقبلهم وقبلهم أيوة هذه البير حق الماء هذه المكاري يسموها أيوة فكرة كان يطلعوا الماء عن طريقة الحبل والصدور أيوة يعني هذا الفتح يسحبوا للمطبخ هذا وهذا الفتح الذي لا فوق يسحبوا للأدوار اللي فوق وفي فتح لا تحت يسحبوا للدوار الجبل هذا دار ما دار من الجهة الثانية غرفة ذات كان ايوه كوف هذه كلها كوف ولا طيب من دين روح لها لا بعيد بس والله روح لها لازم يمشي لك صاحبه هنا شوف الكوف اللي بنقول لك عليها في هذا الكهوف هذه كل الجبال هذه مدينة السبعية وحمية التاريخية المدينة هذا كهوف منحوتة في الجبال ولحد الآن بيوت هذا بيوت اعتبره فيها ناس تسكنها لحد الآن لا هي مرعاية على المصطفى هي من بلد ثاني بس معها غنم فالحين ساكنها هذا إيش الحين؟ هذه أول غرفة في القصر أول غرفة في القصر ليش سميت كذا؟ يعني هذه تعتبر استراحة للإمام أول ما يوصل من خارج بعد سفر بعد تعب يستريح في الغرفة هذه غرفة مع الحمام مع الثلاجة وبعدين يطلع خارج أيوة هذه هي غرفة الإمام أو الغرفة الأولى اللي يستريح فيها الإمام أول ما يوصل من خارج القصر يعني كل شيء مرتب بتفصيل معين هذا عندك زعتر هذا من صوف الماعز هذا من صوف الماعز أيوة هذا عندك الفرشة ما شاء الله ما نسمي الزعتر الزعن أيوة أيوة بالنون آخر شيء أيوة زعن زعن بالنون ما شاء الله ما شاء الله وهذا كذلك الحمام الله يعزكم هذا كل عن دحين يتوضا الغسالة وعندك هذا قباب وهذا حجر حبش أيوة البلط حقه ما شاء الله شوف هذه البوابة الرئيسية الآن فيها ثلاث مغالق هذه المغلقة السرية وهذه بالمفتاح وهذه يسموها مغلقة المجر شوف من اللي مخزوقة أيوه. يعني هذه ترتبط بالحب الدور الأول الثاني الثالث يفتحها من حتى من آخر دور أيوه. أول ما يهزر الحب تفتتح تفتتح على طول يعني ثلاث مغالق في البوابة ما شاء الله وهذا الجرس وهذا الجرس اللي يدق يسمعنا اخر ايوه وهذا الباب من الطنب هذا اقوى انواع الخشب والطنب ايوه ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله هذا ايش يا ابو بدر هذه طلب هديه لك مني انا والشباب ذاك عمل هذه هديه لي من الحجر جنبيه التراث اليمني هذه لك ذكرى يا طلع
عمر هدية منا لك، أنت صورت اليمن بشكل جميل، نقلت اليمن حاجة جميلة جدا. الله يعزكم، جزاكم الله خير. طول عمر هنا ميداليات يمنية بالتراث اليمني برضه، الجنبية والطير والحاجات اليمنية كلها ما شاء الله. خير الله وجيهكم، ما قصرتوا. لا والله ما مقصرين، شايليني فوق الراس. الله يعزكم، والله جاي جميل. الله يسعدكم، الله يسعدكم. بيض الله وجيهكم ابو بدر الشيخ هشام ونافع، وكذلك اخونا جزاك الله خير، انت ما قصرت معنا اليوم. بيض الله وجيهكم. الله يعزك، الله يعزك يا ابو بدر. ومثل ما تشوفوا هذا المجلس هنا في النوافير، وهذا المجلس، وترى يتأجر المجلس، اللي يريد يستأجر المجلس بإمكانه أن يستأجر. عندك معازيم، عندك ناس، أو عندك جلسة أنت والشباب. وهذه الإطلالة على دار الحجر، يا ما شاء الله. يا سلام يا سلام، شيء فخم. يا سلام يا سلام، أنا بصراحة مستمتع جدا، استمتع جدا بهذا. يا اخي انت تشوف حضاره عمرها 3000 عام، وين تحصلها هذه؟ نادرا تحصلها في بلدان. في سياحه جديده وفي سياحه فخمه، ولكن مثل هذا السياحه، هذا النوع ما تحصله في كل الدول. ما شاء الله. يا هلا يا هلا. ايوه ما شاء الله، جنة مكان على كيف كيفك. هذا دار الحجر، شفت التفاصيل اللي موجودة داخل الدار، تاريخ وعراقة، تصاميم معمارية، يا أخي شيء ما نشوفه في كل دولة. وهذا أنا رسالة أوجهها إلى الإخوان المعنيين في اليمن، أقسم بالله أنه عندكم كنز لو تم استثماره. أعيد وكرر، قلتها سابقا، هذا الكنز لو تم استثماره فعلا، اليمن راح تكون عملة صعبة في السياحة عالميا، مش على المنطقة فقط، عالميا راح تكون عملة صعبة، لأنه عندكم تضاريس، عندكم تنوع سياحي جدا رهيب. يعني هذا التجربة فقط أنك تزور مكان يعود إلى 3000 سنة قبل الميلاد، هذا التجربة جدا ثرية. شوف الدول الثانية، شوف الإهرامات في مصر مستثمرينها أفضل استثمار. أتوقع لو تم استثمار مواقع نفس هذه راح تكون شيء جميل جدا لليمن. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.